ربنا يوميا على فكرة يوميا بيحايل كل واحد فيكم يقول له مش هتشتغل معايا بقى. تصور ربنا، ربنا مش هقول لك الريس ولا وزير بيحايلك تشتغل معاه وانت تقول له لا لا، ربنا عشان يجيب بطرس ومش راضي يجي، قام راح له عند نفسك في ايه؟ نفسي في السمك، جاب له سمك البحر كله عشان يقول له تشتغل معايا، مصر انه يشتغل معاه. فهو لما لقى الحكايه كده، طب ده انا عايش نفسي في ربع السمك ده، جبتهولي في قعده عشان تقول لي تخلينا في المفيد بقى، ترك كل شيء وتابعه. فهم اخيرا، اذا ربنا بيحايلنا ويقول لنا ما تضيعوش وقتكم، ما تضيعوش وقتكم، لانه اللي قبليكم اغلبهم ضيعوا عمرهم، لكن يا بخته اللي طالع من الارض للسما ده وهو بقى مركز في شغل ربنا، هو ده اللي فهمها صح.